في الساحة السياسية اليوم لا صوت يعلو فوق صوت التعديل الحكومي، فبمجرد ما تشكلت الحكومة الجديدة تصاعدت التحليلات والتخمينات، خاصة وأن المرحلة الأخيرة عرفت الكثير من الإشاعات بهذا الخصوص. لكن الرئيس خالف كل التوقعات بتغيير مس 4 وزارات كانت بعيدة عن تلك التنبؤات. التجمع الوطني الديمقراطي المستفيد الأكبر من هذا التعديل حافظ على رأس الحكومة، معتبرا قرار الرئيس دليلا على ثقته في وزيره الأول أحمد أويحيى والأمين العام للحزب عكس كل ما شاع وراج. في نفس الوقت يدير رسالة لأصحاب الصالونات تاع العشواء باللي رحيل وزير أو بصفة شخصية، أنا نقولها للكنايب من التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم أصبحنا باللي نعرف احنا في السابق وأكدنا باللي وزير الأول مازال محل ثقة لرئيس الجمهورية، واللي نتمناه من السياسيين وأصحاب الصالونات الغامضة أنهم يخلوا الرجل يخدم. عكس هذا طرحت المعارضة سيناريو تعديل آخر بعد الدخول الاجتماعي المقبل، تحذيرا لأهم استحقاق سياسي في البلاد رئاسيات 2019. ونحن على موعد مهم في الحياة السياسية المتعلق بالانتخابات الرئاسية، كنا ننتظر أن يكون التعديل جوهري وشامل وعميق، ولكن أظن أنه بعد تسريب الأسماء والحكومات إلى غير ذلك أن هذا التعديل الجوهري والعميق تأجل إلى أسابيع أو أشهر أو إلى الدخول الاجتماعي الآخر، ومن ثم لا يمكن أن تبقى هذه الحكومة في هذا الارتباك وهذه القرارات المتناقضة. في حين تموقعت أحزاب أخرى بعيدا عن التحليل وقراءة ما بين أسطر بيان رئاسة الجمهورية. الحدث هو عندما تكون هناك ممارسة جدية، ممارسة ترقى إلى مستوى وتطلعات الشعب الجزائري. التعديل الحكومي الأخير رفع من حصة الولاة في الحكومة بعدما تعززت بحقيبتي السياحة والشباب والرياضة، توجه تبناه الرئيس بوتفليقة في تشكيل أكثر من حكومة، مستندا على نتائج الولاة في حكومات سابقة يعتبر البعض أنها نأت بقطاعاتها بعيدا عن الحسابات السياسية بنظرة تكنوقراطية في صورة الداخلية، النقل، السكن، والفلاحة ووزارات أخرى.